الحق باقي والدين منصور بنا أو بغيرنا. فالخوف علينا نحن إن أخللنا بالتمسك بهذا الحق، يستبدل الله بنا غير يستبدل الله بنا غيرنا. الله غني عنا سبحانه وتعالى، وإنما نحن الفقراء إلى الله عز وجل، ولا عز لنا ولا بقاء لنا إلا بالله سبحانه، ثم بهذه الدعوة المباركة. لا أقول دعوة الشيخ فقط، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيخ إنما سار على ما ثبت عن الله ورسوله في القرآن والسنة، وكل من تمسك بهذا نصره الله وأعزه، وكل من حاد عنه أهلكه الله وأنهى أثره. لا يبقى إلا الحق، ولا يبقى إلا الصحيح. لكن الحق قد يبتلى ويمتحن ثم يظهر بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن.